بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا جزيلا على الاستضافة. وطبعا في البداية وهني شعب مصر وقيادة مصر وأخواني وأخوات العاملين في القطاع الصحي، ونهني أنفسنا طبعا في إقليم شرق المتوسط والعالم أجمع على هذا النجاح الذي تحقق لأول مرة بإشهاد مصر يعني في طريق القضاء على فيروس الكبد الوبائي النوع سي، والذي ولله الحمد يعني يتزامن مع احتفالنا كمنظمة صحة عالمية بمرور 75 عام على ولالة هذه المنظمة العريقة. طبعا هذا النجاح هو يعني ناتج الكثير من التضحيات التي قدمها شعب مصر، سواء كأفراد ومجتمع أو كقيادات صحية وعاملين في القطاع الصحي أو كقيادات سياسية ومختلف القطاعات من أجل الوصول إلى هذه اللحظة. سبقها سنوات من الدراسة والتحليل، سنوات من التدريب ورفع كفاءة العاملين الصحيين، سنوات من تثقيف المجتمع وأفراد المجتمع والتعاون مع المنظمات الأممية وبالأخص منظمة الصحة العالمية والمختصين في المنظمة من أجل الوقوف على مشكلة الانتشار هذا الوباء. فنحن نفخر جميعا أنه مصر كانت سابقا يعني منذ سنوات من أكبر الدول التي ينتشر فيها هذا الوباء الخبيث، إلى أن أصبحت أول دولة على مستوى العالم يعني تحصل على هذا الإشهاد من قبل منظمة الصحة العالمية في طريق القضاء على هذا المرض، والذي يعني بإذن الله من خلال مقابلتنا اليوم لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد لنا أنه هذه هي بداية الخطوات للقضاء على هذا المرض والكثير من الأمراض الوبائية وغير الوبائية التي تنتشر في جميع بقاع العالم، ومصر ليست باستثناء منها. وأنا على يقين بأننا بإذن الله سننجح وسنجتمع مرة ثانية لنحكي قصص نجاح.